بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يصلي عليه. يعني ايه يصلي ربنا؟ صلاة ربنا رحمة ومغفرة وتجاوز عن السيئات وإكرام في الدنيا والآخرة. فلو صليت على النبي مرة ربنا يصلي عليك 10 مرات. النبي قال كده: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، عليه الصلاة والسلام. ولو صليت على النبي كتير، سيدنا محمد قال حاجة جميلة جدا، قال لك ان انا عارفك وانا مش عايش معاك، من صلى علي فإن لله ملائكة تحمل هذه الصلاة وهذا السلام، يأتون عند قبر رسول الله يقولون: يا محمد إن فلان أو فلانة يسلمون عليك، فأرد عليهم السلام. النبي عارف اسمك وانت بتقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، عارف اسمك دلوقتي عن طريق الملائكة وهو في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام، عاش عشاننا وهو حتى عند ربنا برضو بيفكر فينا وبيرد علينا السلام. فإن فلان أو إن فلانة، يعني اسمك معروف واسمك معروف عند النبي، فيجي يشفع لك باسمك يوم القيامة. وأقول لكم على حاجة تانية أنا بحاول أعملها قبل ما تسأل حرام ولا حلال. أي حاجة هتعملها في الدنيا تصور النبي واقف جنبك، أي حاجة هتشوفها، أي كلمة هتطلع من بقك، أي موقف هتتعرضي فيه هتعملي إيه؟ تكذب ولا تصدق؟ تأذي ولا تسامح؟ تصور النبي عايش جنبك. لو تصورت النبي عايش جنبك هتعرف الحرام والحلال لوحدك. اللي تستحي من النبي إنك تعمله قدامه يبقى ما يرضيش النبي، افتكر الشفاعة. ها، واللي ما تستحيش من النبي اعمله، لأن كده النبي يرضى عنك ويجي لك يوم القيامة وانت بتتحاسب، وفعلا يبقى يقوم في الجنة مع انك لسه ما دخلتش الجنة. بس المفاجأة حلوة، انك في يوم الحساب اللي دافع عنك رسول الله.